سياسيا دائما انقلب موسى تواتي رئيس حزب جبهة أو الجبهة الوطنية الجزائرية، فبعدما كان معارضا أضحى بين ليلة وضحاها في صف الموالاة. والتقرير للزميل أيمن طبيب. موسى تواتي أو بطل مسلسل كوفيرتا تعنمر، رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية الشهير بخرجاته الغريبة واللامنطقية، فبعدما دعا إلى إلغاء الانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل 2019، ها هو يعلن عن التحضير لمسيرة سلمية لحث الرئيس بوتفليقة على الاستمرارية. هذا المسيرة السلمية اللي نحن نسعى إليها أننا لسنا حبا في الأفراد أو الأشخاص بقدر ما حبنا في استقرار الشعب ووحدته وتقاربه وتجانسه. تواتي بالأمس فقط كان معارضا حتى النخاع، حتى أنه كان له طموح الوصول إلى قصر المرادية، إذ ترشح 3 مرات متتالية عام 2004 ثم 2009 ثم 2014. بالأمس فقط كان ينتقد وبشدة الوزراء والمسؤولين الذين يدعون للاستمرارية، فما الذي حدث حتى غير جلده وموقفه السياسي إلى 180 درجة؟ لا، الشتاء احنا ما نعرفوهاش، وعمرنا ما عرفنا وشن هي الشتاء. احنا حزب مواجهة ولنا كلمة صادقة، ولنا عمرنا ما ركعنا وما نركعوش دروك. أنا يتيم وتربيت يتيم وتربيت راجل ونموت راجل إن شاء الله، قد كلمتي وقد موقفي، وكلمة كي ما نقولهاش، وكلمة كي نقولها نواجه، وعندي علاش نواجه فيها. ساعة الخصم تقترب والجميع يبحث عن التموقع ولو على حساب المبادئ التي ناضل عليها لسنوات. أنا إذا نشيت الوطني وأبناء وطني، وأنا ما نشيتش الحاكم، عمري ما نشيت الحاكم وما نشيتش الحاكم.